قال فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن حافلة بحرينية تابعة لحملة أهل الجود للحج والعمرة تقل 49 راكبا وراكبة تعرضت لحادث انقلاب جراء انفجار أحد الإطارات وهي في طريقها إلى المدينة المنورة، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة السائق وهو عربي الجنسية ووفاة مواطنة بحرينية وتعرض عدد من الركاب لإصابات بليغة، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي العلاج اللازم. وأضاف الوكيل أن الوزارة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى وبتوجيه مباشر من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف شكلت فريق عمل لمتابعة ملابسات الحادث بالتنسيق مع سفارة مملكة البحرين بالرياض والقنصليات البحرينية بجدة، وتم التواصل مع أهالي المتوفين لإتمام إجراءات نقل الجثامين إلى جانب التواصل مع أهالي المصابين وطمأنتهم على حالتهم الصحية. صباح اليوم وقع حادث أليم على طريق القصيب المدينة المنورة قبل المدينة ب 290 كيلو. كان لباس يقل 49 معتمر، من ضمنهم 12 رجال 28 نساء 7 أطفال 2 رضع. نتيجة انفجار إطار الأيمن للباص مما ترتب عليه عدم سيطرة السائق وتدهور الباص، نتج عنه وفاة سائق الباص بالإضافة إلى أحد المعتمرات البحرينيات، وكذلك 34 إصابة بين بسيطة وبليغة. تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات التخصصية، من ضمنها مستشفى عقبة الصقور ومستشفى النبهانية، وتم تشكيل فريق من أعضاء القنصلية العامة للذهاب إلى مباشرة الحادث وإسعاف المصابين. تم نقل جميع المصابين بواسطة أمن الطرق، وتم تشكيل فريق من أعضاء القنصلية للذهاب إلى موقع الحادث تقريبا يبعد عن جدة 5 ساعات لمباشرة الله يسلمك الوفيات بالإضافة إلى المصابين.